تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية 11:30. شو في أحداث الكرة السعودية؟ نبدأ بعناوين الحلقة. ينفرد بالصدارة الآسيوية، والسالم يحلق بالصقور بالنقاط الكاملة. الأمير نواف بن فيصل يفتتح برنامج صناعة الإعلام الشبابي في جدة، والدول المجاورة تدعو الرابطة لتطبيق تجربتها. وفد الفيفا يبدأ اجتماعاته مع أمانة الكرة ولجان الاتحاد لتقييم أداء كرة القدم السعودية، وأولمبي الأهلي يواصل الصدارة وسط تهديد الهلال. مدرب نموذجي يؤكد أن العامل النفسي هو الفيصل لتحقيق لقب زين، ولا أجيد لعبة التخدير الإعلامي. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شوت. بدأ وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم السبت عقد سلسلة من الاجتماعات مع الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وبعض لجان الاتحاد، وذلك ضمن برنامج تقييم الأداء التابع للاتحاد الدولي. وتهدف الاجتماعات إلى الوقوف على أداء اتحاد كرة القدم السعودي وبعض لجانه في جوانب الأداء المتعلق بنشاط كرة القدم من مسابقات ومنتخبات وأندية. وستتواصل غدا الأحد اجتماعات وفد الفيفا مع اتحاد كرة القدم السعودي، حيث سيعقد الوفد اجتماعا مع لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف، ومن ثم اجتماعا مع مسؤولي الأندية ورابطة دوري المحترفين السعودي، يعقبه اجتماعا مع مسؤولي التسويق والمسؤولي المالي في اتحاد كرة القدم، يلي ذلك اجتماع مع لجنة الإعلام والإحصاء وإدارة الإعلام في رابطة دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى اجتماع مع مسؤولي منتخبات البراعم. وسيعقد وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد غد الاثنين اجتماعا مع الشركة المسوقة لمسابقات الاتحاد السعودي شركة صلة الرياضية، يعقبه اجتماع مع مسؤولي الإعلام الرياضي. تلقى رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي محمد نويسر دعوة من الاتحاد اليمني لكرة القدم لإلقاء محاضرة حول تجربة المملكة في دوري المحترفين، وذلك في مؤتمر تطوير الرياضة الأول الذي سيعقد في اليمن خلال شهر أبريل القادم. ويذكر أن رابطة المحترفين السعودي سبق وأن قدمت تجربتها في لبنان وسلطنة عمان والسودان، وكذلك تعتزم تقديم تجربتها في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة المقبلة، ويأتي حرص تلك الدول على الاستفادة من التجربة السعودية رغبة منها في إنشاء روابط لدوري المحترفين تمهيدا للمشاركة في دوري الأبطال الآسيوي. واصل فريق الأهلي الأولمبي صدارته لمسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد بعد فوزه على ضيفه الفيصلي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير محمد العبدالله بنادي الأهلي ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة. وبهذا الفوز يصل الأهلي للنقطة 52 في صدارة الترتيب العام، فيما حقق الهلال انتصارا على النصر 4 أهداف مقابل هدفين، ليصل للنقطة 47 بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأهلي. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية استعدادا لدور زين السعودي للمحترفين، وذلك مساء اليوم السبت. وقد استهل الفريق تدريباته بقيادة المدير الفني للفريق المصري الكابتن طارق يحيى والطاقم الفني المساعد بتمارين الأحماء، ومن ثم تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين ولعب الكرات في المساحات الضيقة من لمسة واحدة، ومن ثم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات والتمرير من 3 لمسات. واختتمت التدريبات بتقسيمة على منتصف الملعب، ولم يستطع لاعب الوسط الهجروي جهاد الزويد من إكمال التدريبات حيث اكتفى بتمارين الإحماء، وغادر بعدها التدريبات بداعي إصابته بالإنفلونزا. واصل منتخب الناشئين تمارينه في معسكره الإعدادي المقام بمدينة أليكانتي بمملكة أسبانيا استعدادا لبطولة فوكس الودية والتي ستنطلق الاثنين القادم بجزيرة مايوركا الأسبانية. وقام الجهاز الفني بعمل مناورة كاملة للاعبين لزيادة الانسجام بينهم، وتقوم إدارة المنتخب بالتعاون مع الجهاز الفني بالاختيار بشكل يومي لأفضل اللاعبين المنضبطين من الجانبين الفني والإداري، بحيث يتم اختيار لاعب من الجانب الفني ولاعب من الجانب الإداري، وذلك تحفيزا للاعبين على مضاعفة الجهد الفني والإداري. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا. معنا في الاستوديو الكابتن فهد الهريفي المحلل الفني لبرنامج كرة. مساء الخير يا كابتن.
مساء النور عليك تركي، مساء على المشاهدين على اخوي محمد، والف مبروك لنا اليوم فوز انت. الله يبارك فيك كابتن محمد دايع المحلل الفني لبرنامج كورة. مساء الخير يا كابتن. اهلا، مساء الخير تركي، ومساء عليك وعلى اخوي فهد وعلى اخواني المشاهدين، اقول لهم الف مبروك اليوم والفوز. طيب هنتكلم عن مباراه المنتخب طبعا كالعاده بعد الفاصل ونفصل في الموضوع، لكن خلينا من البدايه بس نشوف ايش الانطباع عن المنتخب السعودي بعد الست نقاط اللي حصل عليها، ايش المتوقعينه في قادم الايام؟ والله تركي هو انطباع جميل الحقيقه، في مكاسب كثيره لمباراه اليوم بغض النظر عن قوة المنتخب الاندونيسي أو ضعفه، لكن هناك مكاسب كثيرة، هو دماء شابة في المنتخب، مدرب وجهة نظري أنه قدير، تشكيل واختيار سليم لكل من كان بارز في الدوري، وهذا ما كان يفتقده المنتخب كثير. اللي يكون كويس في الدوري هو اللي المفروض يكون جاهز فنيا ويعني عطفا على ما يقدمه اللاعب في الدوري، هو اللي مفروض انه يختار للمنتخب. الحقيقه اليوم يعني نتكلم على رؤوس اقلام، نقول انه رغم ما تمر بالكره السعوديه الا انه تصدرها للمجموعه وحصاد 6 نقاط في مباريتين واحده فيها خارج ارضه، يعتبر مكسب كبير اعاده للطمانينه للوسط الرياضي. خليني ابارك للعمل الاداري في المنتخب السعودي اللي اعتقد على راسهم احمد عيد، ولا ننسى الجهاز الاداري اللي اعتقد كان واضح تاثيره على اللاعبين في الملعب، زكي الصالح، سلمان القريني، اعتقد المنتخب كان مهيأ. الروح اللي احنا شفناها اليوم هي الروح اللي اعتقد كان يفتقدها المنتخب في سنوات كثيره، روح جماعي، الروح كانت موزعة لدى اللعيب، الرغبة، الثقة، الطموح. الفوز اليوم يعطيك دلالة أن الكرة السعودية تعافت وخلاص ما في مشاكل، ولا بس هذا شيء يعني خلينا نقول بس في الطريق الصحيح؟ لا لا نستبق، احنا في حاجة لهذا الفوز، ولكن أقول لك ما عادت الكرة السعودية للآن، ليس هذا مقياس لنا أن نتأهل إلى دور آخر بما أن كنا أبطال لآسيا في لكأس آسيا. لكن أقول لك أن احنا محتاجين في هذا الوقت، خاصة أمامنا 6 شهور أو 7 شهور إلى المباراة القادمة قد نصلح فيها بعض الأخطاء. طيب. لكن أتفق معك تركي أن يعني محتاجين هذا الفوز، الوسط الرياضي محتاج. أضف إلى أنه خلينا أقول لك أن المدرب الحقيقة أنا بوجهة نظري أنه عرف يتعامل. طيب. أو أنه نتكلم لا هنأخذ المباراة بالتفصيل، بس نأخذ تعليق سريع عن انطباعك عن فوز المنتخب اليوم محمد وست نقاط. شوف، 6 نقاط بعد الخفاقات الأخيرة اللي صارت في كأس آسيا واللي صارت في كأس الخليج 21، أعتقد أنه اليوم الوسط الرياضي الحمد لله يعني حطينا يمكن بداية المشوار يمكن من الصين، واليوم طبعا أنت اللي تشوف 3 من اللاعبين الخبرة مع مجموعة من الشباب، أعتقد أنك تقول مستقبل الكرة السعودية بخير الحمد لله، ومدرب جديد أعتقد أنه اليوم ظهرت بصمته على الفريق وطريقة اللعب، ولكن حتى عند الأمور الفنية، ولكن هذا احنا بحاجته. أبارك لأحمد عيد، أبارك لأمير نواف قبل، وأبارك للشعب السعودي. احنا صحيح لأن أبطال آسيا، ولكن الفترة الأخيرة يمكن أبعدنا عن كلمة أننا أبطال آسيا، يمكن قاعدين نحكي في الماضي، لكن السنة هذه الحمد لله يعني إن شاء الله بدايتها بداية خير إن شاء الله بإذن الله. طيب، الوفد من الفيفا يعقد سلسلة اجتماعات مع الأمانة واللجان. والله تركي شوف، أنا أخذها باعتبارين، يعني يمكن إن شاء الله أني أكون في الاتجاه الأول لما أقوله، وهي أهمية وتاريخ الاتحاد السعودي. أعتقد يشوف الفيفا للرجالات السابقة، كثير ما كان الاتحاد السعودي يطور في الكرة العالمية، سواء في استحداث مسابقات مثل كأس القارات واستحداثها، أشياء كثيرة. هذا اللي أنا أكون أتمنى أنه هذا الاتجاه. الاتجاه الآخر قد تكون لا تكون بس من كثر مشاكلنا بالاتحاد الفيفا، لكن يقول لك من ضمن برنامج متابعة أو تقييم الأداء التابع للاتحاد الدولي عندهم، يمكن برنامج، يمكن المرحلة الجديدة الانتخابية اللي صارت عندنا يمكن يبغون يتطمنون على هذه المرحلة. شو تتوقع انطباعهم، كويس ولا مو كويس؟ لا أنا متأكد أنه الارتياح جميل، وأنا أعتقد أنه بالعكس كانوا يطالبون كثير، وأنت تعرف الفيفا يركز دائما على الانتخابية وعلى الديمقراطية أكثر من الموضوع السياسي أو الانفراد بالرأي.
فأنا أعتقد بالعكس، أنا متأكد أنهم الاجتماعات والأشياء اللي حدثت من الاتحاد السعودي في الفترة الأخيرة، سواء كان في انتخابات سواء كان في كثير من الجمعيات اللي حدثت، أعتقد أنها شيء يشرف أنهم يأخذون انطباع مبدئيا لمرحلة لأول مرة تحدث في الكرة السعودية. محمد، إيش توقع انطباعهم؟ والله انطباعهم إن شاء الله بإذن الله إنه يكون انطباع زين إن شاء الله، لأن تعرف مكانة المملكة العربية السعودية في الفيفا. أعتقد من حياة الله يرحمه ويسكنه الجنة الأمير فيصل بن فهد والله يرحمه عبد الله الدبل، أعتقد مكانتنا احتسنا يمكن مثل ما قال بطولة القارات، استضافات عالمية إن شاء الله في المستقبل. أعتقد أنه لما يهتم بك الفيفا ولما يجي الفيفا ويشوف اللجان ويشوف التنظيم ويشوف الانتخابات ويشوف ويقف على هذه، هذه في الأدلة على إمكانيات المملكة العربية السعودية. طيب، الأهلي يواصل صدارته وسط ملاحقة الهلال في كأس الأمير فيصل بن فهد في البطولة الأولمبية. ما عليها عين كثير فهد البطولة إعلاميا على الأقل، مع أنه يعني عدد محدود جدا من المراقبين الزملاء الصحفيين من خلال تواصلنا معهم ذكروا أنه في مواهب مميزة جدا في هالبطولة، خصوصا في الأندية الغير جماهيرية والغير إعلامية. شوف، النقل مباشر لكثير من مسابقات الفئات السنية جعل حتى النشئ أو اللاعب يهتم بنفسه أكثر، يعني صار يدخل موضوع الباب الشهرة، صار ينعرف لدى جماهير أنديته. إضافة إلى أن الأندية السعودية تحركت على الفئات السنية، ترى بدأت تصرف، بدأت في أكاديميات جديدة، في المقابل صار هناك تقبل الشارع الرياضي للكثير من الأكاديميات. نشوف الأب، نشوف الأسرة تشجع أن النشأ يدخل الأكاديميات. فليس مستغرب أنه هذا التنافس الكبير من الفريق الأهلاوي، خاصة لا تنسى أنه لديه أفضل أكاديمية في المملكة العربية. الأهلي في السنوات الأخيرة، الخمس ست سنوات الأخيرة، على مستوى الفئات السنية ناشئين شباب أولمبي لازم يكون له بطولة، لازم يكون هذا العمل الصحيح. هذه اللي يقولون لك اللبنة الأساسية لما تكون صالحة، أعتقد أنه ما في شك. يعني بعدين غير كذا، شوف أنت الأهلي يمكن قبل ثلاث سنوات يوم يأخذ الكاس الملك على الاتحاد، أعتقد الحين لو بتشوفوا اللي بالفريق يمكن ما بقي إلا ثلاثة أربعة، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الأكاديمية. يمكن شفنا بصاص السنة هذه، العام برضك طلع كم لاعب. اليوم لو تشوف مباراة النصر والهلال 4-2، يمكن بعد مباراة المنتخب قعدنا نشوفها شوي، أعتقد مباراة مرة حلوة، مرة يعني ممتعة صراحة. غير كذا عجبك لاعبين من الفريقين؟ لا، اللي عجبني ثقافة اللاعبين بعد المباراة، مقابلات اللاعبين، فليدل هذا انه هذا الاحتراف الحقيقي. صاروا مشهورين ما شاء الله. لا ما شاء الله، يعني اليوم ايش يقولون يعني بعد المباراة؟ يعني بعد المباراة روح رياضية عندهم، ما تشوف احد زعلان، يعني يقول قدمنا احنا لعيبه النصر وهم خسرانين. تعرف الفريق الخسران دائما حتى بالفريق الاول يكون متشنج، ما يبغى انه يطلع بالتلفزيون او يصرح او يتكلم، او تعرف حرارة الهزيمه. لكن اليوم اشوف لعيبه النصر صراحه يتكلمون، يباركون للهلال، يقولون قدمنا مستوى. لكن يعني ما يعني هذه بعلم الغيب، يعني اني بفوز ولا بخسر ولا هذا. لكن الحمد لله، يعني لما تصير شبابنا والأولمبينا بالثقافه هذه، اعتقد انه تقول الكره السعوديه قادمين له نجوم بالخير ان شاء الله. طف الجوال وبعدين خليني اضيف لمحمد واقول له انه ترى هذه عكست انعكاس طيب على الفئات السنيه بالنسبه للمنتخبات، واقدر اشوف ان المنتخبات ما شاء الله يعني بروز النجوم كثير في المنتخبات، خلاهم يعني يصيرون لعيبه اساسيين في الفريق الاول للانديه، وهذا شيء جميل. ياخذنا المنتخب الاولمبي او الناشئين، عندنا منتخب الناشئين عنده معسكر اعتقد خارج، فهذا يدل على انه ان شاء الله ما هناك خوف على ظهور مواهب كثيرة في الكرة السعودية في السنوات القادمة إن شاء الله. الدليل أنه نشوف منتخبنا الآن، منتخب الأول ما شاء الله دماء شابة، يعني صار عندك اللياقة والنشاط والحماس موجود، يعني على ما يقولون حتى التكوين الجسماني اللي اليوم شفناه تحس أنه هذا فريق أول وليس فريق أولمبي. تعرف أنت أول التكوين الجسماني دائما نكون يعني قصار وصغار ونحاف، لكن اليوم أعتقد اللي نشوفه يقول هذا النصر والهلال فريق أول مش فريق أولمبي. فيه كثير من النجوم بس، ولكن ما تذكرني أساميهم. يمكن في راس الحربة حق النصر رقم 18،
اعتقد انه لاعب سريع ما شاء الله، مراوغ، اللي سجل يمكن هدفين اليوم. في لاعب الهلال اسمر طويل بس ماني بعرف اسمه صراحه، لكن بالايام الجايه ان شاء الله راح نتابعهم ان شاء الله. محتاجه الانديه بصراحه، محتاجه الانديه على مستوى الفريق الاول قرارات جريئه. صحيح. بصراحه محتاجين قرارات جريئه، مش محتاجين يعني نشرك لاعبين صغار، محتاجين نشوف زي مصطفى بصاص وفهد المولد، محتاجين نشوف زي محيسن الجمعان وزي محمد الشلوب، ناس من 18 و19 سنة نجوم. وترى هذه موجودة الآن بالأندية، ترى اتخذوا يعني المواهب لما تجي صار المدرب يقدر يجازف. شفنا يعني بلاعب أو لاعب يحيى، يعني شفنا في النصر، شفنا في الهلال، شفنا في الأهلي، يعني في نجوم كثير يعني ما شاء الله تبارك الله بدوا يأخذون فرصتهم في المباراة. يعني رغم شف أن هناك أربع أجانب في الفريق الأول إلا أن الموهبة تفرض نفسك، تفرض نفسها في ظل هذه المسابقات الكثيره طوال الموسم. في كثير مواهب يعني نشوفها في الفئات السنيه ونكون معجبين فيها وما نشوفها ابدا بالفريق الاول، نكتشف انه والله وقت التصعيد من الاولمبي للاول ما حد اهتم فيهم. بس ترى لا تنسى تقليل العدد في الفريق الاول اعط فرصه للكثير من النجوم انك يظهرون في فرق اخرى، فهذا اعتقد انه كان من احسن من التكديس. يعني اول ما شاء الله هذا كان قرار سليم ترى بالنسبه للاتحاد السعودي انه يقلل عدد لعيبة الأندية الفريق الأول. بس لو تلاحظ أنت لما تشوف فهد المولد ولما تشوف بصاص، أعتقد هذا يمكن فتح الطريق للي حتى بفريق الأولمبي. كل مباريات اليوم شفنا كذا مباراة الشباب والاتحاد يعني لقطات منها في نجوم، يعني معناته أن اليوم شفنا يحيى في مباراة المنتخب، فهد المولد وبصاص وسالم الدوسري ونواف العابد، اعتقد هذولهم كلهم شباب، اعتقد هذولهم فتحوا الطريق للنجوم الاولمبي، واعتقد اللي بيبرز بالاولمبي صدقني انه رايح يلعب بالفريق الاول السنه الجايه. طيب خلينا نشوف شو الموضوع الصحفي. فهد شو اخترت موضوع صحفي انت اليوم؟ والله انا اخترت كاتبنا ومؤرخنا الكبير عبد الله الضويحي. انا طبعا في الرياضيه امسيه بالخير واحب الاستاذ عبد الله كثير، واعرف انه رجل يعني ابن هذا الوسط من أيام طلوع الكرة السعودية وتاريخ الكرة السعودية وبطولاتها. أستاذ عبد الله، أنا يعني مقاله كان يتكلم على موضوع الظاهر بدر السعيد الأمين، استقالة أم إقالة؟ استقالة أم إقالة. فكان يعني كان يتكلم أنه إقالة أو استقالة، هذه وجهة النظر الكاتب، أنه غير مقنع للرأي العام. كان يتكلم انه يعني ما هناك اسباب، هناك تكتل. يقصد، انا اعتقد انه يقصد بالتكتل تكتل تيار معين خضع له هذا القرار. واعتقد ان الكاتب، انا ما ابغى اطول في الموضوع الكاتب عبد الله، لانه اخذ تكلم عمود كبير. كان يتكلم انه يعني السبب، يبغى يقول ان السبب هو نادي النصر او جماهير نادي النصر او انه هناك تاثير. واعتقد ان عبد الله الضويحي كاتب كبير، اعتقد ان اخفى جزء مهم انا بوجهه نظري انه هو السبب. لما يجيك يعني مثلا بدر السعيد، كان يتكلم بما فيه بالمقال في نقاط كثيره يتكلم فيها على كفاءه بدر السعيد، على ميول بدر السعيد، على اشياء كان يتكلم فيها، ان هذه لا تمنع، لكنه اخفى نقطة. ما أنا استغربت إن عبد الله كيف أخفاها عشان حصرها في موضوع التكتل أو التكتل التيار اللي ضغط على موضوع. وش النقطة اللي أخفها؟ اللي هي ما تطرق له بدر السعيد في موضوع الشخصية في قامة خالد بن عبد الله، وأنه كما قال، إضافة إلى التقرير اللي رفع من لجنة الانضباط، من لجنة المنشطات إلى لجنة الانضباط، وذكروا فيها هذا السبب وشهادة فهد بن خالد. كانت أعتقد هذه مفصلية في الموضوع، وأنا بوجهة نظري أشوف أنها هي السبب في إقالته وليس النصر، لأن النصر كذا مرة تكلموا في كثير من بدر السعيد. إضافة إلى الكفاءة، أنا ما أشك في كفاءة بدر السعيد، لكني لما أجي وشاهد لما يتكلم في ميوله، أنه يقول، يعترف الكاتب أن ميوله تختلف عن ميول النصر، فلما أنت تجيب استفزاز وتجيب ميولك في عملك، فأعتقد أن لجنة المراقبة للمنشطات يجب أنها تكون محببة مقبولة لكثير من الأندية. بدر السعيد كفاءته قد أشيد فيه والله يوفق وكل شيء، لكن لم يوفق في موضوع الاستفزازية، والميول الواضح له كان واضح في موضوع الاستفزازية. هذه وجهة نظري أنا. فكان ودي أنه الكاتب لا يحصرها في موضوع التكتلات، يعني ما عنده التكتلات. بس التشكيل الجديد فهد يعني ما ذكر أبدا
سبب ابتعاد بدر السعيد؟ يعني المفروض أنا المفروض في القرار لما يصدر أكيد كل الوسط الرياضي حيقول بسبب قضية نادي النصر مع لجنة المنشطات. المفروض حتى لو كان هذا مش السبب، وقت التشكيل الجديد يذكر بأنه تحديدا بدر السعيد تم يعني عدم وجوده في التشكيل الجديد وليس له علاقة بقضية نادي النصر، إن كان هذا صحيح. وإذا كان له علاقة بقضية نادي النصر يكون الواحد شفاف ويقول والله إحنا شفنا أنه النصر صح ولذلك أبعدنا بدر السعيد، أو إحنا أبعدنا بدر السعيد أو الرجل غير موجود في اللجنة الجديدة وليس لنادي النصر علاقة في الموضوع. ترى الشفافية حلوة، ما تخلي واحد يألف قصص. أنا أتفق معك، لكني في نفس الوقت أتفق مع صاحب المقال بأن السعيد قدم استقالته قبل أن يقال كما ذكرها الكاتب. أنا أتفق معه في هذا الشيء، لأنني أعتقد أنه خطأ كبير في قامة خالد بن عبدالله تدخل شخصية كبيرة ومهمة كل جماهير المملكة العربية السعودية تتفق عليه وتحبه. يجب أنك لا تجيبه، هذا خطأ جسيم، يجب أنك تتحمله، وأنك تكرره أنك تقول وتقول على هذا الشخص وينفى عن طريق الأمير فهد بن خالد ثم تكتبه في تقريرك المتجه لجنة الانضباط، فأعتقد أنه هذا خطأ جسيم يجب أن يتحمله من أقدم ومن أدخل مثل هذا الموضوع. هذا أنا وجهة نظري في هذا الموضوع. أنا أتفق مع الكاتب، لكن الكاتب كان يتكلم على أنه تغريدة قالها وأنه كان معه حق وما معه حق. أنا متأكد أننا ما نبغى نجيبها هلال ونصر، إحنا نجيبها إذا أخطأ الإنسان نقول له أخطأت، صح أنت كفؤ وكويس في عملك وخامة جيدة وكادرة نتمنى لك التوفيق، لكن للأسف أنت كنت مستفز، أنت كنت ظهر عليك تعصبك وميولك في مواقف كثيرة، فلذلك أنا أقول هذا وجهة نظري أنا. فكنت أتمنى من كاتبنا الكبير عبد الله أنه تطرق لهذا النقطة هذه، وهي نقطة مفصلية في موضوع الأمير خالد. حنا تدريش المشكلة، حنا والإعلاميين الآن نطالب بالكفاءات السعودية، ولما نخسر واحد زي بدر السعيد بلجنة المنشطات أعتقد هذه خسارة لنا حنا صراحة، لأن احنا نطالب بالكفاءة السعودية وإحنا للأسف أي خطأ أعتقد على طول يا يقدم استقالته يا يقال، أو يقال له قدم استقالتك على أساس ما يقال وقال ولا شيء. وأعتقد أنه إحنا دائما الرئاسة العامة والاتحاد السعودي نطالب بالسعودية ونطالب بالسعودية، ولكن عند أقرب أي خطأ أعتقد على طول يقال أو يقال له قدم استقالتك. إيش موضوعك الصحفي كابتن؟ أنا موضوعي عبد الله المعيوف. عبد الله المعيوف والغلطة اللي نفس صارت مع ياسر الشهراني اللي هي الجواز والجواز. يعني أنت رايح يمكن الدولة تبعد 8 ساعات وتأخذ 3 حراس، لو أصيب حارس للأسف لو أصيب حارسين ممكن إنه تسبب مشاكل. حتى يقول لك المنسق إنه يوم جو يبون الجوازات وما الجوازات، وهذا على حسب الكاتب إنه يقول لا يوجد منسق للمنتخب هنا لأن المنسق معهم في إندونيسيا. وهذه أعتقد خطأ المفروض إن نتلافاه. في كم حارس لازم يكون مع كل بعثة؟ لازم 4 حراس مع كل بعثة. مع كل بعثة لازم 4 حراس، الرابع هو اللي يطلع برا التشكيلة، لأنه لو أصيب صارت لنا هذه بكأس العالم 2002 محمد الخوجلي انكسرت صبعه، منصور النجعي رجع للمملكة العربية السعودية قبل كأس العالم تقريبا بيومين انكسرت صبعه محمد الخوجلي. أعتقد أنه مبروك زايد كملنا البطولة. لو قدر الله أنا أصبت أو مبروك أصيب أعتقد أنه من الصعب جدا أو طرد منتخب أو طرد منتخب يمسك بحارس واحد. وهذه أعتقد أنه أتمنى من لجنة المنتخبات تصليح الخطأ هذا. طيب. حتى يعني على أساس تعرف مركز الحراسة يا تركي أنا ركزت عليه، مركز الحراسة غير مركز الظهير والقلب. أنا أقدر أجيب محور أخليه يلعب قلب، أقدر أجيب ظهير أخليه يلعب وسط، ولكن أن حارس مرمى أخلي لاعب يرجع يعني ولا بلا صرت انت حارس نروح يا شيخ بدون احتياط بس خليك انت حارس المنتخب. قل ما شاء الله ما شاء الله بس خلص كوره يعني ايش بحسبك يمكن اطلع مع الاستوديو بعد الشكر ما شاء الله تبارك الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم. نروح الفاصل، بعد الفاصل حتكلم عن المنتخب السعودي. الشعب السعودي اليوم الصدور ممتلئه فرحا بهذا الانتصار وانتصار المنتخب السعودي و6 نقاط اللي كانت تنتظرها الجماهير السعودية. بعد الفاصل راح نحلل مع الكباتن مباراة اليوم.
الأخضر ينفرد بالصدارة الآسيوية والسالم يحلق بالصقور للنقاط الست. الأخضر ينفرد بالصدارة الآسيوية والسالم يحلق بالصقور بالنقاط الكاملة. الأمير نواف بن فيصل يفتتح برنامج صناعة الإعلام الشبابي في جدة، والدول المجاورة تدعو الرابطة لتطبيق تجربتها. وفد الفيفا يبدأ اجتماعاته مع أمانة الكرة ولجان الاتحاد لتقييم أداء كرة القدم السعودية، وأولمبي الأهلي يواصل الصدارة وسط تهديد الهلال. مدرب نموذجي يؤكد أن العامل النفسي هو الفيصل لتحقيق لقب زين، ولا أجيد لعبة التخدير الإعلامي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا بأمك المملكة العربية السعودية، كابتن فهد الغريف وكابتن محمد الدعي، هم ضيفا حلقة الليلة أندونيسيا والسعودية. نشوف التقرير. في مباراة ماطرة أعاد المنتخب السعودي الابتسامة لجماهير الوطن وعشاق الصقور حينما تغلب على نظيره الأندونيسي في جاكرتا بهدفين لهدف ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2015. البداية لم تكن موفقة للمنتخب السعودي، حيث استقبلت شباكه هدفا مبكرا بعد كرة من خلف المدافعين لم يستطع كامل الموسى تخليصها، لتجد المهاجم الأندونيسي سالوسا الذي وضعها على يمين وليد عبد الله ليرد المنتخب السعودي سريعا بهدف التعادل الذي جاء عن طريق عرضية سلطان البيشي من الجهة اليمنى، ليستقبلها يوسف السالم برأسية عنيفة لم يستطع الحارس الأندونيسي أن يقاوم قوتها لتلج شباكه هدفا أخضرا. يهيمن المنتخب السعودي على أجواء المباراة وظهور لافت لفهد المولد ويحيى الشهري الذين أزعجا الدفاعات الأندونيسية بتحركاتهما. كرة متبادلة بين الشهري والمولد تنتهي لقدم تيسير الجاسم الذي سدد قوية، ولكن الحارس الأندونيسي كان في المكان المناسب وأنقذ الموقف ليرد الأندونيسيين بكرة عرضية يستقبلها سيرجيو، لكن وليد عبد الله كان في الموعد وألغى خطورة الكرة. في الشوط الثاني ضغط المنتخب السعودي بحثا عن هدف ثاني، وهذا ما تحقق بعد مرور 10 دقائق فقط عندما أرسل سلطان البيشي كرة عرضية بالمقاس على رأس يوسف السالم الذي عالجها في الشبكة الأندونيسية. يواصل الأخضر الضغط ويتولى تيسير الجاسم مهمة إرباك الحارس الأندونيسي بالتسديد من خارج المنطقة في أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح. الدقائق الأخيرة تشهد ضغطا أندونيسيا بغية إدراك التعادل لكن دون فائدة، لينتهي اللقاء بتفوق سعودي أوصله للصدارة ب6 نقاط، فيما بقي المنتخب الأندونيسي دون نقاط في المركز الأخير. فهد أبدأ معك، كيف شفت المباراة فنيا؟ قبل ما أتكلم فنيا يجبني أوقف عند نقطة مهمة وهي نقطة الروح والحماس اللي كان ظاهر على اللاعبين كمجموعة تستحق الوقوف. أعتقد أنها هي الركيزة الأساسية لانتصار المنتخب اليوم. أنا أشوف أن الروح تبدلت في المنتخب، العمل والنجاح صار لمجموعة، وهذا اللي أنا أتمناه من وسطنا الإعلامي أنه يقول كلنا مع المنتخب، لا يفرد أحد، لا يجيني أحد بكرة يقول والله السالم يوسف جاب هدفين بيروح للهلال فنبدأ نتكلم ويصير انقسام ويأثر على اللعيبة نفسيا. الروح والحماس تأتي إذا كل واحد أخذ حقه، إذا كان الإشادة للمجموعة، لأن إحنا نلعب لعبة مجموعة ما نلعب لعبة فردية لشخص ما. صحيح. فعشان كذا أنا أقول لك أن كان واضح من المباراتين كان هناك عمل من الإدارة، من رئيس الاتحاد، من مدير الكرة والمشرف على كرة القدم، هناك تهيئة جميلة، هناك صفانية لكثير من النجوم في الملعب. لذلك أنا أحس أن الكل يبحث عن ليش عن العمل الجماعي والإشادة الجماعية. هذه النقطة الأساسية اللي أعتقد في وجهة نظري تخطينا 50%. شوف أرجع للأشياء الفنية، رغم البداية السيئة للمنتخب، لما أقول بداية سيئة أنه يولج في بابك هدف مبكر أمام هذه الجماهير الكبيرة، أعتقد أنه له تأثير، خاصة
تعرف أن اللاعب السعودي في الأجواء الماطرة لا يعطيك هذاك العطاء الجيد، يكون هناك تخوف عدم حسن تعامل للكرة وللجسم في الملعب، لكن لله الحمد هذه الروح وهذا الحماس وهذا التشكيل الجيد وهذا التكتيك المناسب على اللعيبة. اليوم أشيد بمدرب المنتخب، يعني لما تشوف المنتخب ما هو بس في الطريقة حتى في التوظيف، أنا أشوف اليوم يلعب المنتخب 4-5-1، تقدر تقول 4-2-4، لأن لما أشوف العابد وأشوف فهد المولد ما شاء الله تبارك الله كأنهم يلعبون 4 مهاجمين في ظل سالم ويحيى الشهري يلعب يعني خلف سالم. أعتقد المنتخب كان متجانس، كان متكامل من كل طريقة أنت تبغى تلعب بها، في ناحية تغيير التكتيك أنك تكون مهاجم، في ناحية أنك ترجع، يعني اليوم كان المنتخب متكامل، كان هناك تألق من كثير من النجوم، ما كان يخاف على المنتخب، وهذه جزئية في المباراة خاصة في نهاية الشوط الأول ونهاية الشوط الثاني كانت في الأخطاء الباص للعيبة الوسط تجعل هناك هجمة مرتدة ما لها داعي. أي نعم، وتخليك في نوع من القلق للمنتخب، ولكن الأداء الجماعي اليوم الفريق دخل ككل لجو المباراة، لما تلعب جماعي الفريق تنقل الكرة لكل المجموعة، أعتقد أنك تعطيك ثقة في النفس، تعطيك محافظة على اللياقة، يكون الخصم هو اللي يجري وراء الكرة أكثر منك. هذا ما شاهدناه اليوم. اليوم أنا يعني قد يكون هناك أبغى أقاطعك بس أبغى أسألك عن منصور الحربي تحديدا. سلام عليك. منصور الحربي لاعب أخطأ بداية المباراة، خطأ وكلف هدف، لكن عودة قوية جدا لخلونا نقول فورمة المباراة، وكأنه قاعد يقول للمشاهد أوكي أنا غلط غلطة أبعوض عن هالغلطة 86 دقيقة من المباراة، يعني قدم 86 دقيقة لا يمكن تشك أنه هذا اللاعب أخطأ بداية المباراة. شوف الكابتن منصور أنا أتعب إذا مدحته، يعني ما ألقى كلمات كثيرة أقولها لهذا اللاعب، اللاعب الوحيد في المنتخب اللي ثابت أداءه بالمنتخب وبالنادي طوال الموسم، وين الأرق والإرهاق والضغط والمباريات اللي يتكلموا عنها عند منصور ما هي موجودة. لاعب أنا أشوف أنه رجع أيام محمد عبد الجواد، تبغاه يهاجم مهاجم، من الصعب أني أقول منصور عنده نقطة ضعف، مباراشاته جيدة، توقيته سليم، يعرف متى يطلع للهجمة، متى يفتح في اللعب، متى يمشي بالكورة، عنده توغلات جيدة، عنده عكسيات جيدة، من الصعب أني أقول ما شاء الله تبارك الله لياقته عالية دفاعيا، من الصعب أنك تروح منه، يعني ما شاء الله تبارك الله العودة للمباراة، يعني أنك هذه مهارة، هذا نوع من المهارة أنك ترجع بعد غلط ولا هذه ثقة كبيرة وتعود وقدرات لدى اللاعب، هي ما تأتي أنك شد حيلك وذا، لا أكيد فيها قدرات، أكيد لديه إمكانيات هائلة، الثبات المستوى هذا اللي لا يعرف فريق صغير فريق كبير منتخب نادي، هذا هو المستوى ما شاء الله تبارك الله. على كل ما هو منصور الحالة بس كان بأمانة أنه أفضل لاعب عندي عن جزئية الغلط ونرجع كريري تيسير يحيى سلطان البيشي اليوم من أفضل مبارياته صراحة، لعب عكسياته، الهدف الثاني إعجاز، هذه الكرة المفاجأة اللي يحتاجها رأس الحربة، ما هو لازم تروح للخط وتعكس، هو عرف كيف يموه كيف يدخل كيف يعكسها، انت فهمت علي؟ كان نوع من التفاهم موجود في يعني انا اقول لك اليوم كلهم نجوم لن استثني احد، لما اشوف لعب جماعي، لما اشوف هناك روح موجوده، لما اشوف هناك توظيف سليم من المدرب، حتى المدرب يعني على في تغييراته حتى قرايه اللعب والتغييرات كانت جيده الحقيقه. محمد شوف لي بقول لك شيء، اول شيء هني اللاعبين صراحه على الروح القتاليه اللي اليوم شفناها، يمكن اللاعب السعودي الحمد لله الدوري السعودي انه دائما اللقاءات الجماهيريه انك تشوف مباراه حلوه، اعتقد اني لما شفت الجمهور 88,000 متفرج والامطار وما الامطار، اعتقد انه المنتخب السعودي اليوم يمكن الشوط الاول جميع المحللين انهم انتقدوا التنظيم اللي لعب عليه المنتخب، اعتقد اليوم في طريقه خطه وفي طريقه، انت لما تشوف العابد يمكن ما ظهر العابد بالشوط الاول لانه قاعد يطبق تكتيك مدرب، فهد المولد اللي انقطعت منه الكوره شوف كيف الرجع على طول انه يساند البيشي، سعود كريري النواحي الدفاعيه، تيسير والتنظيم، اعتقد هذا كله شغل مدرب وتطبيق لاعبين. اليوم بس اللي ينقص المنتخب التنظيم الدفاعي، التنظيم الدفاعي لا في أول مباراة ولا في آخر المباراة، أعتقد أسامة وكامل يمكن تكررت سواء مع الأهلي أو مع المنتخب الأخطاء هذه، إنهم دائما يرجعون وراء، أنت دائما تقول ما بين رأس الحربة
وما بين السناترة أنه 30 متر فقط على أساس ما توجد المساحات للفريق الخصم. الفريق الإندونيسي صحيح أنه يعني مستوى يعني ما هو ذاك المستوى، أنه أعتقد 11 لاعب ما لعبوا مباراة العراق اليوم، غير 11 لاعب تشكيلة جديدة. أعتقد هذه بعد ساعدتنا كثير أنه أننا نقدم مستوى طيب. لكن أرجع للمباراة، المباراة صراحة لا بطريقة أهدافه ولد نجم صراحة اللي هو يوسف السالم. يمكن الكثير من النقاد أنهم يطالبوا بنايف الزازي قبل المباراة، لكن أثبت يوسف السالم اليوم أنه رأس الحرب القادم. يحيى اللي كثير الناس طالب فيه أنه من زمان، اليوم أعطاه المدرب فرصة. أعتقد شفنا يحيى وطريقة لعبه وصلنا على الألعاب. العابد والمولد صراحة يمكن هذا المستقبل الكرة السعودية، أنك لما تشوف لعيبة شباب وتطبق تكتيك معين طلبه المدرب منها، أعتقد هذا الحمد لله تقول هذا فعلا إحنا بحاجة ثقافة اللاعب. لأنه الاحتراف إذا ما عندك ثقافة لا يمكن أنك تطبق طريقة مدرب. تعرف اللاعب السعودي دائما يبغى له تطبيق مو تنظير، يعني في فرق بين التنظير وبين التطبيق. اليوم شفنا يمكن طريقة لعب مختلفة اللي هي 4-2-3-1 طبقت بحذاريفة، لا الشوط الأول ولا الشوط الثاني. شيء طبيعي أنك لما تلعب قدام 88,000 متفرج أنك تظهر بمستوى اللي ظهرت به اليوم. تعرف الحماس والروح والقتالية والمهارة، فعلا المهارة تفوقنا اليوم مهارة لاعبيننا صراحة. يعني المهارة حقت اللاعبين اليوم، لا فهد المولد ولا نواف العابد ولا يحيى ولا يوسف، أعتقد أنه 10/10 صراحة اليوم. التنظيم الدفاعي بس، لكن نشيد بالمدرب بعد برضه، انتقدناه مباراة الصين وانتقدناه مباراة ماليزيا، لكن اليوم طبق طريقة اللاعبين طبقوها بحذافيرها. وأتمنى 7 شهور الجاية و6 شهور الجاية أننا نشتغل أكثر على النواحي الدفاعية، لأنك أنت بتقابل ما هو طموحنا أن ندخل كأس آسيا، طموحنا أن نحصل على كأس آسيا لأن احنا أبطال آسيا في الماضي. ولكن مع الدفاع هذا أعتقد أنك تلقى صعوبة، ولا بد أن المدرب مثل ما يشتغل على الوسط ويشتغل على الهجوم وبالطريقة الحلوة هذه كلها، أنه لا بد أنه يشتغل على أسامة ويشتغل على كامل. لأنه والبيشي أعتقد النواحي الهجومية 10/10، لكن النواحي الدفاعية يمكن لا بد يركز. كيف شفت حراسة المرمى اليوم منتخب؟ حراسة المرمى وليد غني عن التعريف. أعتقد أنه وليد ما شاء الله، يمكن صحيح أنه الهدف يقوم ما تفاعل مع الهدف. أنت تعرف أنت يا الله يبيلك ربع ساعة على أساس أنك تدخل جو المباراة بالذات حارس المرمى، لكن من أول 4 دقائق أعتقد أنه ما يلام وليد. اللي يلام البيشي والتغطية اللي صارت هو والحربي منصور. ولكن مثل ما قلت أنت، لاعب يخطي ويعطيك نجومية في المباراة، أعتقد هذه هي الثقافة اللي احنا بحاجتها. فهد يوسف السالم هو مثال للاعب اللي زي ما يقولون جوعان، يعني يبغى فرصة، ولما جت الفرصة يقول للناس أنا الشخص المناسب أو اللاعب المناسب في المكان المناسب. وجه رسالة يوسف السالم أنه هذا المكان أنتم بس أعطوني فرصة واتركوا الباقي علي. كلامك سليم، خليني أجيبها برأي ثاني. أنه الفرق بين ريكارد ولوبيز، أنه لوبيز يأتي بالتكتيك اللي يناسب الأدوات عنده، اللي يناسب اللعيبة. ما أجي أنا ريكارد وأجيب خطة أوروبية زي هولندا ما تلعب وزي كذا تناسب أدواتي ولا ما تناسب لعيبتي. لوبيز اللي أعجبني اليوم، صحيح أن إندونيسيا ما هي مقياس للمنتخب السعودي، وترى احنا لما نتكلم عن اندونيسيا، ترى اندونيسيا اول على ايامنا الثمانيات والستات ترى تغيرت وتطوروا. احنا كنا نقول تطورنا لما نفوز نقول فريق ضعيف، المنتخب ضعيف. ما هو صحيح، المنتخب الاندونيسي تطور والمنتخبات شرق اسيا تطورت كلها، احنا نتفق على هذا الشيء. لكن اللي يعجبني في لوبيز انه اختار الجاهز، وظف توظيف جميل في الملعب، خاصه انك تلعب خارج ارضك وامام جماهير غفيره. فلذلك انا اقول اتفق معك انه الجاهز في الدوري، هذول اللعيبة كانوا موجودين أيام ريكارد، وينهم؟ يحيى الشهري ما كان موجود، أنصاف هذه اللعيبة كانوا موجودين، لكن أتى المدرب اللي قال الجاهز هو اللي يلعب. طيب فأنا خلينا نشوف سؤالك. طيب خلينا نشوف تقرير يتحدث عن مدربين المنتخبين، المنتخب الإندونيسي والمنتخب السعودي. نتابع. لوبيز كارو ورحمان درموان وجها لوجه في لقاء كسب فيه الأسباني النقاط الثلاث وأكد صدارته للمجموعة،
عندما اعتمد على غزو الأطراف الأندونيسية من خلال السريعين نواف العابد وفهد المولد، ونجح بذلك حينما استغل يوسف السالم عرضية البيشي وسجل الهدف السعودي الأول رداً على هدف السبق الأندونيسي الذي جاء من كرة طويلة وخطأ دفاعي، حيث عزى رحمان درموان للاعبيه الاستمرار في لعب الكرة الطويلة أملاً في تكرار الأخطاء الدفاعية، ولكنه لم ينجح في مضاعفة النتيجة في الوقت الذي نجح فيه لوبيز، وواصل الاعتماد في الشوط الثاني على الكرات العرضية التي جاء منها هدف الفوز بنفس طريقة الهدف الأول، مع وجود اختراقات عدة للمتألقين يحيى الشهري وتيسير الجاسم اللذان كادا أن يزورا المرمى الأحمر في أكثر من مناسبة لولا براعة الحارس الأندونيسي، ليستطيع لوبيز كارو الظفر بالنتيجة والتغلب على المنتخب الأندونيسي وعلى ظروف المباراة الصعبة. مدربين فهد؟ ما في شك أن هناك فرق كبير، هذا مدرب جديد أعتقد كان توه متغير وجاء حق أندونيسيا، لكن أنه لوبيز الحقيقة أنا كل له إن شاء الله كل احترام المباريتين اللي قدمها مع مباراة ماليزيا، أعتقد أنه المدرب تقرأ أفكاره حتى في تغييراته. اليوم المنتخب السعودي كان يحتاج أكثر من اللاعب يجيد التصويب، الاستغلال أرضية الملعب الماطرة، الكثافة العددية الموجودة من العدد لم مشاهد يمكن حل بالشوط الثاني تيسير الجاسم الوحيد اللي يصوب. هناك رسالة خاصة لفهد المولد، أتمنى أن لا يركز على صناعة اللعب أكثر، لأن اليوم في ثلاث كور أو كورتين كان بإمكانه يبادر ويخلصها، فكر في صناعة اللعب أكثر من أنه قد تحتاج تصويبات، تحتاج السالم يلعب في الأرض أكثر. يوسف يعني أنا أتمنى أنه أمامنا يعني وقت كثير أن نصلح بعض الأخطاء، وانا اعتقد انها يعني في ظل هذا المدرب ظل اللعيبه اللي يتقبلون النقد اعتقد انه سنشاهد افضل من هذه الاشياء. اللي انا عاجبني ان المدرب عرف كيف يوظف، يعني من زمان ما شفت تيسير وكريري وانت تلعب خارج ارضك، تشوف العابد، تشوف مثلا يحيى الشهري، تشوف مثلا فهد المولد يقومون بدفاع ادوار دفاعيه وهجوميه. مدرب كان يعرف ان شرق اسيا عندهم خطوره في الاطراف، لما لعب مثلا العابد ولعب فهد المولد هناك ضغط، هناك لاعب مهاري ولديه حلول فردية وسريع ولياقة وشباب يعني لديه نشاط، فيقوم بالدورين مهم. ما شفنا اليوم من العاب الأطراف لدى الأندونيسيين، ما شفنا نظرتهم يتقدمون بسبب هذا التكتيك المطلوب، لذلك كان تغييراته في محلها، حتى قرايته لتغيير العابد وخروجه ودخول سالم كان يعرف لما تقدم المنتخب السعودي سيضغط المنتخب الأندونيسي، يبغى لك واحد سريع في الهجمات المرتدة وحلول فردية يستغل الفراغات الموجودة. الحقيقة أنه أنا أشوف أنه مدرب يعني جيد وعرف يتعامل مع هذا الفريقين، صحيح ما هي مقياس حقيقي المنتخب السعودي، صحيح. إن شاء الله أنا حتكون المنتخب العراقي إذا قدمت مستويات كبيرة، أقول أن هذا المنتخب هو منتخب أحلامنا، منتخب المستقبل للكرة السعودية. حمد. أنا أقول المدرب طبعا صراحة يمكن اليوم شفنا طريقة لعب، شفنا التغييرات، حتى التغييرات اللي في آخر الوقت يوم ينزل العسيري ويحط محور مع سعود كريري وينزل هزازي بآخر دقيقتين، يمكن الكل انتقده قال لي كيف ينزل لاعب بحجم نايف هزازي دقيقتين. نايف هزازي أن الفريق الأندونيسي تعرف يدور على الفاولات اللي قريبة ل 18 على يلعب الكرات العرضية، طبعا ما في إلا أسامة اللي يمكن أطول واحد، طبعا على العمود الأول دائما أنه يجي دائما أفضل واحد يضرب رأس عندك. أعتقد تنزيل تبقى الدقيقتين هذه ممكن أنه فاتت المنتخب لو جت فاولات وما فاولات. المدرب الأندونيسي أنا صراحة ما أدري 11 لاعب مباراة العراق وجايبين بك هدف آخر 5 دقائق ومقدم مستوى طيب وكل شيء، أجي اليوم 11 لاعب مغير، يعني ولا لاعب لعب ترى اليوم اللي اليوم لعبوا قدام العراق، وهذا اعتقد انه ما ادري انه مدرب ما ادري ايش احس فيه صراحه، انه من مباراه انت كويس وبرا ارضك وخسران 1-0 باخر 5 دقائق من المباراه تجي تغير اليوم 11 لاعب، هذه ما انا ما اعتقد انه بالعالم مدرب انه يسويها. لكن انا اقول المدرب هذا اذا اعطى فرصه
واهم شيء البرنامج، يعني لما تقعد 6 شهور انت ما تلعب ولا مباراه، لان تعرف الفرق الاربعه مشاركه بالاسيويه وعندك ضغط الدوري، اتمنى انها تصير جدوله ل7 شهور هذه، لان الفريق هذا بحاجه يمكن تقريبا حدود 3 إلى 4 مباريات اذا احنا نبغى كاس اسيا وننافس اليابان وننافس ايران وننافس كوريا الشماليه والجنوبيه، انه لا بد المباراه الوديه القويه مع التشكيله هذه مع المدرب هذا، اعتقد انه رايح نرجع كابطال لاسيا ان شاء الله. طيب خلينا نشوف التقرير، يتحدث عن أبرز نقاط التحول في المباراة. تحت زخات المطر الغزير وعلى الأرض وبين الأنصار، ورغم مفاجأة سالوسة في أول دقائق المباراة، إلا أنها حضرت انطلاقات سلطان البيشي ورأسيات السالم ومهارة يحيى والعابد وسرعة المولد وقذائف تيسير، بالإضافة لتمركز القائد كريري في منطقة الارتكاز وبتواجد السد العالي هوساوي في مناطق الأخضر الدفاعية وإلى جانبه كامل الموسى. شوط أول ظهر فيه نجوم الأخضر بشكل جيد، إذا ما أخذنا عامل الأجواء الذي اعتاد عليه أبناء الشرق بعين الاعتبار. الشوط الثاني يشهد كلاكيت للمرة الثانية، ورأسية السالم تحدث التحول بعد عرضية البيشي، وقذائف المنجنيق تتوالى. الأخضر يستحوذ على جميع مجريات الشوط، وسالم الدوسري وأحمد عسيري ونايف هزازي بدلاء للعابد ويحيى والسالم، وسالوس الأندونيسي يزعج الدفاعات الخضراء في الدقائق 5 الأخيرة التي احتسمها الحكم الكوري الجنوبي، وبالنهاية يخرج منتخبنا السعودي بالنقاط 6 والدرجة الكاملة ومتصدرا للمجموعة. هذه أبرز نقاط التحول في المباراة، ألف مبروك للمنتخب السعودي سبورت كليب للأخضر. منتخبنا اليوم واخبر عن طريقك، جاكم الاعصار ماشيين يعيقك، منتخبنا اليوم واخبر عن طريقك، هذا الاخضر نلعب جهلوا كاس الذهب، هذا الاخضر نلعب جهلوا كاس الذهب، هذا الاخضر نلعب فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.
مدرب نموذجي يؤكد أن العامل النفسي هو الفيصل لتحقيق لقب زين، ولا أجيد لعبة التخدير الإعلامي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية، فهد الهريفي ومحمد الديع هم ضيفا حلقة الليلة. إيش المطلوب قبل ما نروح للمادة الجاية من المنتخب السعودي في الأيام القادمة والاتحاد السعودي وإدارة المنتخبات؟ إيش المطلوب فهد؟ أنا أعتقد المدة كافية، يعني 6 شهور. يعني أنا أتمنى يعني أن نشوف مثلا نلعب مباراة قوية. أتمنى أنه مثلا الآن أمام اللعيبة الآن نقول إن عرفنا الشكل العام للمنتخب، عرفنا التشكيل المناسبة، عرفنا المجموعة الكويسة. أتمنى أن نلقى هناك بغض النظر عن الإصابات، أتمنى لا يكون هناك مثلا كل شوي تشكيل كل شوي المجموعة. أنا أعتقد هذا ما يضيع كثير من المنتخب. يجب على المنتخب الآن في السنوات القادمة الثبات على عنصر الخبرة مع الشباب في ظل من يكون أفضل هو اللي يلعب في ظل هذه المجموعة. فهمت علي؟ الأجهز والأفضل. ما في شك أن أمامنا مرحلة خطرة، لكن في ظل أننا إحنا متصدرين المجموعة الآن يجب أننا نعرف ونكون هناك فكر لدى اللعيبة ولدى المدرب لدى الجهاز الفني. لا يكون هناك مجازفة، لا تكون هناك أن السعودية بطل آسيا يجب أن نفوز على العراق. يجب أن نتعامل مع الواقع بكل منطق وبكل عقلانية وبكل هدوء. يعني ألعب مع العراق تعادل بما أنه بيحافظ لي على صدارتي، بيحافظ لي على التأهل. هل نتمنى أن يكون هناك نوع من العقل في ما نعمله في الفترة القادمة ونصحح كثير من الأخطاء؟ أتمنى من لجنة المسابقات أن تحط جدولة، لا المنتخب لا بد انه يلعب اقل شيء 4 إلى 5 مباريات، لان 6 شهور هذه مده طويله لما تخلي اللاعبين يلعبون مع بعض. هذا تتاثر اذا انت تبغى كاس اسيا. والشيء الثاني انه يجب على الاتحاد السعودي انه يجتمع مع الانديه ويشوفوا لهم جدوله ويشوفوا لهم اشياء. يعني في ناس للاسف اعلاميين انهم يبي يزودون كاس الابطال، واحنا ما احنا بناقصين الزحمه هذه اللي قاعده تصير. انه ينفكر مصلحه الانديه او نفكر مصلحه المنتخب. اتمنى ان المصلحه مشتركه تصير، انه تنسيق مع الانديه جدوله المسابقات وتقليل المباريات سواء كاس الابطال او كاس الاسيا. ممكن يعني ما تقدر انت مجدوله خالصه، لكن انا اتمنى انا من لجنه المسابقات والاتحاد السعودي الاستاذ احمد عيد انه يجلس مع الانديه وحتى الانديه تتفهم. بعد صحيح انه مشاركات الأندية بعد شيء مهم أن تمثل البلد وتمثل المملكة العربية السعودية، لكن نتمنى بعد أنه ما يبعد المنتخب عن المباريات، لأن التشكيل اللي اليوم صارت واللعب اللي اليوم صار نتمنى أنه يستمر مع بعض، أنهم يتفاهمون مع بعض والثبات على تشكيل مع المدرب والانسجام. أعتقد أوكي. هذا كله مطلب للكرة السعودية. أتفق بعلق بس محمد بضيف له شيء، أنه أتمنى أن نستفيد من الخطأ. خلينا نقول له أنه خطأ موضوع العشر أيام المعسكر وما حدث. خلينا نطلع من القرار الفردي عشان ما يتجي. أنا متأكد أنه كفو أحمد عيد كمدير الاتحاد كرة القدم، لكن أنا أتمنى أن يكون هناك تخصص في كل عمل. يعني مثلا أنت تبغى 10 أيام المنتخب، أعطيك 10 أيام، لكن خل لجنة المسابقات تتفاهم مع مندوبي الأندية، تعال جدول، سو ما تبغى أنت. هذا يكون على الأقل نستفيد من بعض الأخطاء اللي حدثت. أنا متأكد أنه كان برضو أحمد عيد بما أنه عط 10 أيام يقول لي رابطة المحترفين أو المسابقات أنتوا جدولوا مع الأندية، جدولوا مع الأندية خلاص طلعوا لي، أطلع أنا من المشكلة هذه أو أطلع من الانصدامات أو أطلع من الحلول من القرارات الفردية. أنا أتمنى أن نستفيد من هذا في المراحل القادمة. إضافة إلى أنه يجب على الأندية على الجماهير على الإعلام، وأنا أركز على الإعلام، أن نكون كلنا مع المنتخب الآن. صحيح. المنتخب الآن هذا الأفضل، هذا الأجهز، هذا الأحسن، ما هناك واسطات، الأجهز هو اللي يلعب. أنا أتمنى أن تغرز هذه، إحنا في هناك استفادة من الأخطاء السابقة، لا بالجهاز الإداري، لا بالجهاز الفني في المنتخب، هذا ما عكس الآن وما ولا يرجعنا للبطولات ولا للطريق السليم إلا هذه الأشياء، هي أساسات كرة القدم هذه. طيب. فأتمنى أن كلنا نتحد من أجل الوطن. أمامنا مرحلة مهمة، دائما مرحلة البناء تكون مهمة، يجب أن يعني نتكاتف لإرجاع ما يهم هذا الوطن. خلينا نشوف المدرب القدير والكبير فتح الجبال تحدث اليوم لمحمد الشهراني. خلينا نستمتع بحديث هذا
المدرب نتابعه. كابتن فتح الجبال الظاهرة مدرب نادي الفتح، اليوم ألغيت مباراة النصر، كانت مباراة ودية، السبب عشان الأجواء أو إيش؟ والله وإحنا بسلامة حالة لعبنا موسم قرابة المناشوت وزدنا نص مناشوت ثاني، أكيد سوء الأحوال الجوية هي اللي خلت المباراة ما توقف. صراحة تحس إنه في استفادة من اللاعبين اليوم أو تحس طلعت ظهرت بمباراة بدون أي استفادة؟ لا بالعكس، احنا ما جينا هنا الرياض الا معناها جينا في معسكر وسوينا ليله قبل مباراه ومعناها ريحنا اللاعبين عشان نستفيد ونعرفوا معناها اي مباراه معناها النصر معناها فيها رتم كويس، واللي معناها والفترات اللي لعبناها في مباراه اكيد كانت جيده بالنسبه لنا. طيب كوتش، الفتح باقي له 4 جولات ويعلن بطل الدوري، ممكن احد يقول لك الفتح بطل الدوري الان؟ هو الكلام هذا هو اللي يدور الحين في الساحه الكرويه، واحنا بالنسبه لنا احنا اذان الحقيقه معناها ما تسمع لهذا الكلام هذا، احنا معناها مركزين الفتره الجايه معناها تركيز تام، الدوري لسه ما حسم ومش نكمل على نفس معناها النهج نتاعنا، احنا بالنسبه لنا احنا معناها ناخذ كل مباراه الحاله، التفكير نتاعنا كله في مباراه هجر المره القادمه، مش نجهز لها كويس ونحضر لها كويس وان شاء الله في مباراه هجر لما نبدا المسيره نتاعنا، هذا اللي يهمنا. البعض قال انه هذه اللغه بين الاداريين والمدرب انه من اول الدوري وخدرت الفرق كلها، يعني اكيد الفتح اكيد انه يستاهل اكيد حتى لو حقق دوري، لكن الكل يعني تفاجأ بتصدر الدوري من الجوله الخامسه لحد الان، في ناس يقول لك تخدر الفرق الثانيه. لا بالعكس، احنا هذه بالنسبه لنا احنا سياسه، واحنا بالنسبه لنا احنا عارفين امكانياتنا وعارفين امكانيات منا لعيبتنا، اخذنا الدوري من اول مباراه حتى الحين، وانه كل مباراه ما تسوى كان ناخذ لحالها، وهذه السياسه نتاعنا وهذا النهج نتاعنا حتى اخر الدوري، واذا كان ربي وفقنا بناخذ الدوري معناها نقول مبروك، خاصه بالنسبه للاعبين اللي يسووا مجهود كذا كبير، لكن الفتره هذه يبغى لها كثير تركيز كثير. اخيرا العامل النفسي، اخر 4 جولات تعتقد ان العامل النفسي له الدور الكبير؟ هو الفيصل العامل النفسي خاصة الحين من الضغوط الكبيره اللي جايه من برا، وانه معناها نصبونا خلاص احنا ابطال الدوري، اكيد يلزم اللاعبين ينسوا المقوله هذه، ابطال الدوري ما تحسم الا لما ناخذ 5 نقاط نتاعنا، 5 نقاط بقينا 4 مباريات اكيد راح تكون صعبه، وان شاء الله ما نقدر نخلصها بدري ان شاء الله. حبك يا كابتن، يعني لما تجتمع الأخلاق والهدوء مع الإمكانيات الفنية والذكاء، أنت تتحدث عن فتح الجبال، أتمنى بصراحة في نهاية هذا الموسم الفتح أخذ الدوري أو الفتح ما أخذ الدوري أن يكرم هذا المدرب تكريم خاص، لأنه إن أخذ الدوري الفتح مع هذا المدرب فهذه سابقة من درجة أولى إلى بطل دوري، هذه لم تحدث قبل، على الأقل فيما أذكر أنا لم أشاهد فريق يأتي من الدرجة الأولى ليأخذ الدوري أو درجة ثانية ويأخذ الدوري مع نفس المدرب وهذا الاستقرار. أتمنى فعلا أنه إحنا نكرم هذا المدرب العربي اللي إحنا فخورين بوجوده في المملكة العربية السعودية. فهد، ما خليت لي شيء أقوله ما شاء الله عليك، لكن الحقيقة أنه يستاهل كل احترام وتقدير، أعتقد لو أنه أجنبي ولا أشقر ولا ما شاء الله برازيلي ولا أوروبي كان شفت، لكن الحقيقة ما يقدمه طوال هذه السنوات مع الفتح يجب أنه يحترم، يجب أن يتكرم، يجب أنه أنا قد أقترح اقتراح لأتمنى مدام عندنا وقت 6 شهور أن المنتخب السعودي يلعب مع منتخب اللعيبة الأجانب في الدوري السعودي ويكون مدربهم فتح الجبال. أنا أتمنى أني أشوف مثلا لعيبة الأجانب كلهم في الدوري السعودي يلعبوا ضد المنتخب السعودي ويكون كلهم صناع لعب الأجانب وروس حربة كيف يلعبوا مع بعض؟ لا في ما شاء الله تبارك الله، ما في في هولندية كلها أكيد أنك حيلقى له تشكيلة مناسبة. على كل حال أنه الحقيقة أنه هذا مدرب يعجز اللسان أنه يعني يشكر على ما يقدمه وما قدم في للفتح. انا اتمنى انا صراحه، لانه صراحه شهادتي فيه مجروح المدرب هذا، يمكن احترامه للاعلاميين، احترامه للجمهور، احترامه للعيبه، احترامه
للجهاز الإداري، أعتقد انعكس هذا كله على شغله داخل الملعب. أنا أتمنى صراحة أنه يستفاد منه من الفئات السنية في المنتخبات، لأن نحن بحاجة مدرب يخطط، ما احنا بحاجة مدرب أنه ينفذ. فتح الجبالي صراحة يمكن المدربين العرب اللي الأندية الكبيرة، للأسف الأندية الكبيرة تروح تدور من أوروبا مدربين غاليين ملايين الدولارات، وعندنا بالدول العربية مدربين زي فتح الجبالي زي حسن شحاتة وزي حتى السعودية الله يرحمه، عندنا مدربين زي خالد القروني. أعتقد أن المدرب العربي صراحة مظلوم، ولكن اللي نصر المدرب العربي فتح الجبالي أعتقد. طيب خلينا نشوف الاجتماع الشهري للحكام وعلاقته بتخفيف الاحتقان، شوف تركيش تيجد. كم من هزيمة علقت عليهم، وكم من بطولة خسرت وحملوا أسباب الخروج منها، لا ذنب لهم سوى أنهم منا وفينا. قضاة الملاعب بشر يصيبون ويخطئون. في فترة سابقة كان هناك حاجز كبير بين الحكم والإعلام، مما يجعل البعض يطلق الأحكام جزافا، وكأنه العارف المطلع والملم بالقوانين الدولية والتي تخص التحكيم. فجوة كبيرة انتهت، وذلك من خلال التجمع الشهري للحكام، والذي كان له التأثير الواضح في تخفيف حدة غضب بعض الأندية من الأخطاء التحكيمية. جهد كبير تقوم به لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومواجهة الحكام بأخطائهم وبتواجد مجموعة من الإعلاميين خطوة إيجابية يجب أن يشار لها. الفائدة كبيرة والأهداف سامية، والطلاع الإعلامي الذي يشهد معاناة الحكم وصعوبة بعض الحالات التي تحتسب في بعض المباريات وفي أجزاء من الثانية، يساعد في تخفيف الاحتقان ضد الحكم المحلي. لنقف بجانبهم وندعمهم، وندعو بأن الله يوفقهم. تركيش ديد كورة. فهد، والله الحكام الخطأ وارد، لكن احنا ما نبغى ابن البلد، ولا الحكم موجود، الثقافة لدى الجمهور صار هناك سوء تقدير وسوء نية، وخلطنا بين سوء التقدير وسوء النية. قد تكون هناك يعني تواصل لكثير من المشاكل بعض الأندية، مثل ما يصير للتعاون مثلا مع التحكيم، لما يعني تتكرر المشاكل مع هذا النادي ستطلع يعني ستستغل. أنا كوجهة نظري يعني يكون هناك حكيم مهما حدث من الله، يعني أنا متأكد أنه إن فهد لم يحدث منه هذا الشيء، بمعنى الرجل حلف، لكن كان ودي أن يكون هناك يعني عاقل باللجنة، وإن شاء الله أنهم موجودين، أنه موضوع أنه كثرة المشاكل مع هذا قد تغاضى عن بعض الشيء، أو أني أكون متأكد 100%، لألا تحدث كثرة الحكي بين نادي ولجنة. أعتقد أنها إذا على ما يقولون إذا ما صاب يدوش. فما في شك أن التحكيم مشكلة أزلية، لكن يجب أن نفرق بين، وهذه صراحة ثقافة وصلت إلى الشارع الرياضي، هناك سوء تقدير وسوء نية. خلطنا أن الحكم لما يخطأ لا يكون سوء تقدير، وإنما سوء نية لأحداث سابقة. لكن اللي أنا متأكد منه أن الكل يخطئ، أجنبي محلي، بما أن الكل يخطئ خلونا نتحمل ابن البلد. الخطأ جزء من اللعبة أصلا،
وتعرف يعني انت من انجح اللجان صراحه لجنه عمر المهنا، ولكن في بعض الحكام صراحه تحرج هذه اللجنه. يمكن الاجتماعات الشهريه اللي يسويها ابو عبد العزيز عمر المهنا اعتقد هذه تعليم للاخطاء وللحكام، ولكن في بعض الحكام للاسف الشديد يحرج لجنه عمر بتصرفات غريبه عجيبه. قلنا الخطا جزء من اللعبه، ولكن بعض الاحيان الحكم يطلع برا الملعب وهذه مشكله. اتمنى ان الحكم انه يركز انه يرفع مستواه. اعجبني صراحه، ورغم اني متخوف انه الاتحاد والهلال انه اسندت الخليل جلال، واعتقد هذه مباراه يمكن مفصليه بالنسبه للهلال، يمكن ما تعني شيء للاتحاد، واعتقد اي خطا فيها راح يسبب مشكله في اللجنه هذه. انا تمنيت أنا انه تسند الحكم اجنبي لتبعد عن الضغوطات وتبعد الاشياء، لانه فريق ينافس وفريق يمكن بالمركز السابع. واعتقد ان لجنه عمر مهنا من انجح اللجنات، ولكن اختيار الحكام بعض الاحيان ما يكون في محله. وما يمنع ان نشيد فيهم، ترى تحسن التحكيم عندنا السعودي عن السنوات الماضيه كثير. لكن اتمنى ان لا نركز على اربعه او ثلاثه من الحكام، نعطي فرصه. لكن ما الومهم مرات، والله ما الوم انه يعني ما يصدقون انه هالثلاثه كويسين خلاص حنستعمرهم في كثير من المباريات. بس انت لو تشوف، بس الحقيقه انه تحسن كثير تحكيمنا، تحكم ورجعت الثقه للوسط الرياضي في كثير من الحكام. بس فهد انت تعرف ان المراكز الاولى يعني زي الهلال يلاحق الفتح، الفتح برضه يبغى يحصل على الدوري، الشباب يلاحق الهلال والفتح. اعتقد هذه كلها مباريات حساسه، يمكن اي خطا من حكم سعودي اعتقد يبعد الفريق عن المنافسه. انا اتمنى انه الاربع المراكز هذه بس تقول الحالي يعني الخطا وارد يا الخطا محمد. الخطا وارد بس انا اقول بالوقت هذا اقول ان نوفر هالمصاريف يعني ما شاء الله من كثر هالمصاريف في الانديه ومن كثر الازمات الماليه ندفع هالفلوس لهالحكام، والله ان نشوف اخطاء فيها انها كوارثيه. بس انها بس على الاقل يعني الناس تقبل الاخطاء وحسن النيه معها، هي تحط معها حسن النيه، ونتكلم بمنتهى الصراحه. صحيح يقول لك والله غلطان ما يدري عنه ما يعرفه. لا والحكم السعودي لا غلط لا ناوي له على شيء سنية. ولا في حكم ما له ميول صراحه، يعني معلش يعني ما في حكم ما له ميول. يعني لو بيقول لي والله انا ما شجع ولا فريق، كيف حبيت اللعبه اجل هذه؟ وكيف حكمت باللعبه هذه؟ لا صرت انت ما تحب ولا فريق. اي بس ما مستحيل ان شاء الله انه ما لكن انا لما انا لما مكان عمر مهنا صراحه ابعد نفسي عن الاشياء هذه واجيب حكم اجنبي. او الانديه اللي تدفع ترى على فكره، هي اللي عندها ثلاث حكام اختياريه مدير ما يقدر حكام. محمد ما يقدر يا اخي، المشكله فينا ما هو في الحكم. يعني انا اشوف حكام سعوديين ما شاء الله تبارك الله متالقين وتلقى اشادات وتلقى جوائز من في خارج البلد، يعني في دورات كثيره. هذا المشكله ليش ليش لهم ناجحين برا واحنا عندنا ما تنجح؟ لا الضغط الاعلامي طيب. والضغط الجماهيري صراحه له دور. هذا المصيبه هذا المصيبه، هو الضغط الاعلامي هنا المصيبه. لما يجيك حكم ويشاد فيه الجريده قبل المباراه بثلاث ايام، اكيد انه هذا اللي يخلي الشارع الرياضي يتكلم انه في سوء النيه والتمجيد والتمديح او عدم الاحترافيه. يجيك حكم ما شاء الله متعاون مدرس او شيء ويجي ياخذ له مكافاه 700 600 ما همته، اهم شيء يشتهر يشوف يختصر الطريق. قد تكون هذه من عيوب الحكم السعودي عندنا. بس فهد انا بقول لك شيء، انا وانا رئيس نادي لحظه شوي بس خدام عشان بس بقول لك شيء، ترى من اول كانوا يقولون مدرس يعني ترى كويس ومرتاح وراتب ممتاز، ترى المدرس راتبه الحين مسكين يعني لا ينحسد المدرس تحسد الاعمى على كبر عيونه. من اول كان يقول لك مدرس يعني خلاص راتب، الحين مدرس عسى يلقى وظيفه. بس لكن انا اقول لك هذا الاغلبيه لا صدقني اللي الحين مدرس ويحكم ترى اكل عيش مو شهره خذها. اذا رئيس لجنه الحكام مدرس بس بقول لك فهد، انا رئيس نادي قاعد ادفع بال 400 بال 500 مليون يجينا خط حكم ينسف لي الموسم هذا كله. بس وارد طيب من حكم اجنبي بتقبلها، تخطي تخطي فيك تخطي يخطى عليك، لكن برضك حتستفيد من خطا في يوم من الايام. والله لو انت يا فهد رئيس نادي ودافع ما كان هذا كلامك. والله كل العالم كذا، مو بحنا بس، كل العالم محمد كل العالم خطا وارد وموجود. لكن للاسف يعني ما جانا اجنبي واخطا كثير. طيب ليش احنا ما نقول شيء؟ زي السلام عليك ياخذ هالفلوس ويمشي ما حد تكلم عليه ولا بس احنا اللي بس مجتمعنا الرياضي الان واعلامنا الرياضي يتقبل الخطا؟ لا تغيرت التحكيم عندنا. خف المشكلة. شوف محمد خف
وسيلة الضغط على الحكام ترى خفت طيب. وصارت مستوعبة عند الناس والله صارت مستوعبة صار الحكم ما عاد يهتم بالإعلام ما عاد صار يشوف هناك وراه ناس يحللون التلفزيون صار ما شاء الله تبارك الله يبين أخطاء كثيرة صار خلاص الآن ما عاد هو بذيك الوسيلة الضاغطة على الحكم طيب. تغير أنا أقول لك ما يتعمد وقف الآن ما أقول لك يتعمد الحكم السعودي يعني أنا قلت لك الخطأ جزء من اللعبة لكن انا اقول انا لو مع العمر رحمنا اجيب حكم اجيب طيب. للمنافسه الرباعيه اللي فوق خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل يقولون حكامه فشلوا اذا كان هو بيجيب يجيب حكم وشو اللي حق شو يصير رئيس يا شباب نروح الفاصل طيب صلى الله يخليكم واخرج محمد نروح الفاصل ونرجع عادل عصام الدين يؤكد أن التاريخ سيسجل أن الاتحاد دخل مرحلة جديدة باستغنائه عن الداعم أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية فهد الهريفي ومحمد دايع ومضيفة حلقة الليلة يسلم عليك طارق النفيعي أبو زياد الله يسلمك يا اللي وصل السلام وعلى الهواء تبشر اوصل لك سلام زوج اختي المشكله اه اوكي لا اجل اسلم عليك مره ثانيه خلينا نقولها مره تخطوط على طول طيب تحياتنا لابو زياد نشوف فقرتنا اليوميه بين قوسين لفقره بين قوسين لهذه الحلقه اخترنا لكم مقاله الكاتب عادل عصام الدين في صحيفه الشرق الاوسط والتي جاءت تحت عنوان أول ناد سعودي استثماري حيث بدأ الكاتب المقال وقال أتوقع أن يكون عميد الأندية السعودية الاتحاد أول ناد يتجه لتطبيق نظام جديد يعتمد على الاستثمار بنسبة 100% والحقيقة أن العميد مكره لا بطل وقد فرض الواقع نفسه وبات الاتحاد مفلسا وعاجزا وهو قبل أن يكون أول ناد يجبر على الاستثمار يعتبر أول ناد يسقط من الكبار سيسجل التاريخ أن الاتحاد دخل مرحلة جديدة بعد أن ابتعد الداعم الذي اعتمد عليه النادي لسنوات وقبل ذلك اعتمد على الأمير طلال بن منصور وعدد من أعضاء الشرف الذين كانوا قادرين على تقديم الدعم المالي الذي يناسب ويكفي المرحلة ويسد الحاجة وأضاف عادل قائلا انتهى هذا العهد والبقية على الطريق ولن يطول الانتظار سيلحق الهلال والأهلي والنصر والشباب بالاتحاد لأن المرحلة الجديدة يجب أن تبدأ إلا أن بدأت الخصخصة وتلك حكاية أخرى ويبدو واضحا أن الحل في ظل صعوبة تطبيق الخصخصة أن تبدأ مرحلة الاستثمار الذي يتكيف ويتفق مع أنظمتنا لأن الأندية السعودية تنطوي تحت لواء الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأسأل بهذه المناسبة أين الأمير عبد الله بن مساعد؟ أعني أين وصل مشروعه الكبير الخاص بالاستثمار في الأندية السعودية؟ لقد حان الوقت لفرض واقع جديد وختم الكاتب مقاله وقال ولأن الاستثمار قد بدأ وطال انتظار الخصخصة أتمنى أن تتدخل الدولة في مسألة الرقابة لا بد على الرئاسة العامة أن تدخل الأندية وتراقب بدلا من هذه الفوضى التي بدأت مع بداية الاستثمار الجزئي وإذا كان الدعم المالي سيتوقف فإن الأندية لن تكون ملكاً للأفراد ولا يحق لأي شخص كان أن يوقع العقود ويعقد الصفقات في الخفاء بلا رقيب أو حسيب طيب نشوف قبل نشوف التوقعات تحت الهواء كنا نتكلم أنا وفهد محمد داي على الفتح إذا أخذ الدوري فهد ومحمد يقولون إذا فاز الفتح بالدوري كلنا الثلاثة راح نلبس تيشيرت الفتح صح يا كابتن؟ صحيح يا كابتن؟ اي بس نبي المقاسات كم فهد؟ المقاسات كيف؟ ها؟ المقاسات كيف؟ ليش لا تحرجني عشان انا قايل؟ كم طبعا ميديم لارج اكس 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 ترابل اكس بعض الناس حتى وظبطها تحت الهواء قال سمول
اصلا شوف انا انحف واحد فيكم على الشاشه الحين والله شوف ليش عرقت طيب العين المشكله اذا ما رقورك مقاسك لا ما عليك تدبر انت وما عليك خلي الدوري ياخذ الفتح وتنحل المسألة خلينا نشوف توقعات يا شباب بسرعه اعطونا التوقعات الله يخليكم سلمونا الشباب اعطونا التوقعات طيب بكره 2-0 احب الثقه يعني. كذا ولا على طول عيد السؤال عليه مخرج زي هدف حمدان الحمدان كم تتوقع النتيجه 2-0 للسعوديه كذا بدون تفكير علي عطنا توقعك بما ان خلنا نتوقع ابو فارس كذا بدري على الورق اتوقع 1-0 لمنتخبنا السعودي مخرجنا ايش تتوقع مين للاتفاق اي طيب نشوف ضيوف حلقة الغد تفاوض حلو نايف العنزي الناقد والمحلل الفني لبرنامج كورة وصالح الصالح الكاتب والناقد الرياضي فهد شكرا جزيلا لك الله يحييك محمد شكرا جزيلا لك شكرا تركي الله طيب نذكر فعلا انه فهد الهريفي ومحمد الديع التزموا رسميا انهم اذا فازوا الفتح بالدوري راح نلبس كلنا الثلاثه تيشيرت نادي الفتح لا تخليها على الفتح خليها على اي فريق يفوز بالدوري بنلبس بالعكس طيب انا ما عندي مانع انا ما عندي بس اتمنى الفتح حتى لو فاز الهلال ترى بنلبس كلنا ما يخالف بس اتمنى الفتح ياخذ الدوري ان شاء الله ياخذ الدوري الفتح اتمنى ان شاء الله باذن الله الهلال ان شاء الله كيف كل واحد يتمنى براحته بس احنا الهدف من الموضوع فعلا اللي هو الدعم العمل الاداري المنظم لنادي الفتح صحيح. وعشان يعني نبرز فعلا مدى امتناننا وتقديرنا للعمل المنظم لنادي والله يستاهلون الفتح انا قبل 3 شهور كان معنا الاستاذ احمد الشمراني ضيف ما انسى وقلت اتمنى يفوز الفتح بالدوري قال لي تتمنى والهلال والاهلي والشباب والنصر يزعلون قلت معليش اللي يبغى يزعل انا اتمنى الفتح ياخذ الدوري لانه فعلا فريق كل تجربته مميزه كل السعوديين متعاطفين مع الفتح لانه تجربه صراحه لانه تجربه بصراحه حتى يفتح طريق لعند الانديه صاحبه الامكانيات انه شوفوا برغم امكانيات الفتح القليله انه شوفوا طيب. بيحصل على الدوري اهم شيء نكون ملتزمين معي ان شاء الله موعدنا غدا 11:30 في امان الله